السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل مصري قضية تشغل تفكيره واهتمامه، يفكر فيها ويبحث عن حل لها. تختلف القضايا وتتنوع الحلول، وتبقى لكل منا قضيته التي ينشغل بها ويرى أنها الأجدر بالاهتمام. أهلا بكم في قضية اليوم. مع بداية العام الدراسي الجديد تتصاعد شكوى الكثير من الأسر المصرية من ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، والتي قدرت بزيادة 30% عن العام الماضي. هذه الزيادة التي يقع رب الأسرة فريسة لها، كيف تتعامل الأسر المصرية الفقيرة مع هذه الزيادة في الأسعار، وما هي أسبابها الحقيقية؟ هل هو جشح التجار أم غياب الرقابة على الأسعار؟ حول هذه القضية تدور حلقتنا في قضية اليوم، ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم وأرائكم على الأرقام المبينة أمامكم على الشاشة وعلى موقعي الفيسبوك وتويتر. هذا جزء من حديث وزير التموين الدكتور خالد حنفي خلال افتتاحه معرض لمستلزمات المدارس. احنا دلوقتي موسم المدارس، الأسر المصرية معظمها عندها أطفال في المدارس، وبتنعى أهم تكاليف المدارس وبداية الموسم، وهيشتروا اللبس والزي والأدوات المكتبية وحتى التغذية المدرسية بتبقى أهم لهم. فاحنا برضو موجودين معاهم من بدري، من دلوقتي بنلم المنتجين. احنا عندنا 57 عارض هنا في هذا المعرض النهاردة، كلهم حاطين منتجاتهم بتخفيضات كبيرة، في منهم اللي عامل تخفيض لغاية 60% و50% على الملابس وعلى أدوات وعلى كل شيء، بحيث أن الأسرة المصرية تقدر تيجي المعرض ده تشتري الحاجات اللي هتخص الموسم المدرسي بتاعها بنص الثمن، ودي حاجة مهمة. أيضا انتبهنا إلى أن عندنا أسر مش موجودة في القاهرة، عندنا الصعيد وعندنا الوجه بحري، وبالتالي اتفقنا مع الاتحاد العام للغرف التجارية أن كل غرفة تجارية موجودة في كل محافظة هتعمل معرض مماثل في المحافظة اللي هي فيها، فهيبقى عندنا 26 معرض بإذن الله في 26 محافظة بمتابعة من مديرية التموين. ده كان كلام وزير التموين. دلوقتي نشوف عينة من آراء الناس في زيادة أسعار مستلزمات المدارس. الكريسة السنة دي زادت بنسبة 70%. الكشكول السياحي السلك ده كان ب 3 ريال السنة اللي فاتت، السنة دي جملته ب 4 جنيه، مش عارفين نعمل إيه، وزي ما أنت شايف الحال واقف. حتى الشنط بتاع المدارس السنة دي أسعار نار، وظروف الناس ظروف زفت أصلاً، فمش عارفين نعمل إيه. الكشكول العادي جملته 90 قرش السنة دي من الفجال ده. يعني بالنسبه للكراسات زادت 40%. اذا الكراسه زمان كنا بنجيبها بريال، دلوقتي بنجيبها ب 30 قرش وب 40 45 قرش وبنبيعها بنص جنيه، يعني ما فيهاش مكسب خالص. الورقه زمان كانت ورقه كويسه جدا بالنسبه للجوده، دلوقتي الورقه رديئه جدا عامله زي ورقه الجرايد. بالنسبه للكشاكيل، الكشكول زمان كنا بنجيبه ب 70 قرش وب 60 قرش، دلوقتي بنجيبه ب 90 قرش وبنبيعه بجنيه، يعني ما فيش مكسب خالص. بالنسبه لكشاكيل السلك كنا بنجيبها ب 3 جنيه ونص، دلوقتي بتيجي ب 5 جنيه الا ربع. بالنسبه بقى لكشاكيل التحضير، حدث ولا حرج، يعني الكشكول زمان كنا بنجيبه ب 4 جنيه و 5 جنيه، دلوقتي بنجيبه اصلا بقى علينا ب 10 جنيه و 11 جنيه وبنبيعه ب 12 ونص 13 جنيه. ما احنا بقى لازم نراعي الظروف اللي فيها الان. السنه دي الاقبال السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص، يعني الاقبال السنه دي ضعيف جدا، مفيش لا في بضاعة. النهارده احنا 1/9 اهو، وزي ما انت شايف الاقبال ضعيف، البضاعه غاليه، الاسعار بقت نار. يعني عندك الجنسيات والتيشيرتات وكل دي، كل دي الاسعار بقت نار. بنطلون الجنس الواحد الليكره زاد 10 جنيه، فالاقبال السنه دي ضعيف زي ما انتم شايفين. الناس كل الزياده التي زادت في اسعار سلع اخرى اثرت ايضا على مستلزمات المدارس، الكشاكيل والكراسات والشنط وغيره. معايا خالد من السعوديه، اتفضل اخ خالد. ازيك يا استاذ مصطفى؟ يا اهلا وسهلا بيك اخ خالد. يا استاذ مصطفى احنا اهل حق، ولكن لما نشوف كلمه الحق لازم نقف عندها حتى لو ضدنا. ممكن تديني فرصه اكمل وجهه نظري؟ اتفضل. انا كنت قاعد مع ناس يعني من مؤيدين الرئيس عبد الفتاح، في ناس دكاتره وناس علماء وناس يعني كده يعني ايه، وعرفت ايه هو سبب انقطاع التيار الكهربائي في مصر، سبب جذري جدا جدا. اللي هو ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ مصر كانت عامله موضوع من تحويل الطاقه الكهربائيه الى كهرباء ناشفه. كهرباء ناشفه يعني هتبقى زي كده زي البارود وزي الديناميت كده، وتعبيها في شويه طال عمرك. لا لا، بص يا خالد، انا عندي النهارده قضيه
ده من صوت الناس، دي قضية اليوم. أرجو الالتزام بما يخص مستلزمات المدارس، ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس أو انخفاضها لو حضرتك شايف الكلام. تفضل. يا أستاذ مصطفى، مستلزمات المدارس ارتفعت أكتر من 70-80% في مصر، ويا ريت ارتفعت والجودة اتحسنت. لأ، يعني لو مؤاخذة، أي كراسة أو كشكول في مصر عبارة عن ورق جورنال. يعني أنا بجيب ال 60 ورقة أو ال 40 ورقة، ما فيش حاجة خالص، والجلدة يعني حاجات كده يعني ما تتقبلش، وارتفعت أكتر من 70% المستلزمات. أنا عن نفسي يعني أنا هنا في السعودية ببعت لأولادي كل مستلزمات المدرسة. الله يعين الناس اللي في مصر، والله يعين الناس اللي هي إيه عندها أولاد زي حالاتي كده. أنا عندي أربع أولاد، مش عارف أعمل إيه، يعني دروس ولا كتب ولا لبس ولا مستلزمات مدرسية، ولا أعمل إيه ولا إيه، ولا أروح فين ولا أجي منين. إحنا خلاص يا أستاذ مصطفى اللي يعني تعبنا خالص. وموضوع الانتماع أيام أيام حسني مبارك كان عندنا يكاد يكون فقدنا الانتماء لمصر حبيبتنا، دلوقتي بقى الوتيرة أعلى، إحنا يعني يكاد يكون مقبلين على إن إحنا نفقد الانتماء لمصر الحبيبة اللي هي مصر بلدنا. لا، صعب مصطفى الموضوع، صعب جدا، صعب ان احنا طبعا مهما حصل ناس هتعاني وناس هتتعب، لكن الانتماء للبلد لا يمكن ابدا. وانا طبعا مش بزايد عليك، لكن لا يمكن ابدا. بس بوضح نقطه، ان احنا انتمائنا او انتماء المصري دايما لوطنه لا يمكن ابدا يؤثر فيه. شكرا اخونا خالد. بعض الاخبار بنقلها لكم من بعض المواقع والصحف. تجار المحله موسم المدارس خرب بيوت والمواطنين مفيش فلوس. شهدت أسواق المحلة مع دخول موسم المدارس إقبال ضعيف من المواطنين وأرباب الأسر، وضعفت حركة البيع والشراء بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، وهو ما اعتبره تجار المحلة خراب بيوت وحسب وصفهم. حتى الناس قالوا، المواطنين قالوا ما معناش فلوس. أما في بني سويف، مواطني وبني سويف مستلزمات المدارس نار، لكن ما بلادي حيلة. طبعا مفيش حد مش هيدخل ولاده المدارس، مفيش حد مش هيشتري لابنه شنطة، مفيش حد مش هيشتري لبنته حذاء، مفيش حد ما يقدرش ما يجيبش كراريس وكتب وجلاد وستيكرز وحكايات بنجيبها كلنا لاولادنا. لكن هي القضيه ان الناس يعني بتقول في طبعا 30% زياده في اسعار مستلزمات المدارس، ده خبر برضو. وبعدين الخبر بيقول ان الزياده بتحرق جيوب اولياء الامور. ده طبعا بنتكلم في المدارس الحكوميه، لكن إذا انتقلنا إلى المدارس الخاصة، وأعتقد أنه شريحة كبيرة جدا من المصريين خلاص يعني ماشية في التجريبي وماشية في المدارس الخاصة. كان بيتصل بنا أحد المواطنين قال أنه التجريبي زاد من 300-400 إلى 1600 وبيشتكي. يعني برضو القضية الأسعار تراكم بشكل أواني مستطرقة، يعني إذا زدنا البترول بيزيد معاه حتى كراريس الولاد وطبعا أكيد الكتب. معايا هيثم من السعودية. هيثم اتفضل. هيثم للأسف انقطع خط. احنا برضو بنقول انه الوزير من شوية كان بيتكلم زي ما شفتوا كده، بيقول ان احنا فاتحين معرض مستلزمات المدارس، بس ده المعرض موجود في مكان واحد بس في مصر، يعني موجود في مدينة نصر في أرض المعارض. طب وبقية الناس، بقية المدن، بقية الأماكن؟ مهم جدا ان وزارة التموين تضع حلول بديلة. وطبعا اعتقد انه ما بنتكلمش عن دعم، لانه اعتقد الدعم اترفع او قل، وبالتالي الوفد بيقول ضعف الحكومة وراء ارتفاع مصروفات المدارس. ده صحيفة الوفد، وقال انه واوضح رشاد عبده لبوابة الوفد، قال انه من الضروري ان تعمل وزارة التربية والتعليم على فرض الرقابة والضرب بيد من حديد للسيطرة على اصحاب المدارس الخاصة بعد ارتفاع المصروفات بهذا الشكل الجنوني. النهاردة مهم فعلا ان احنا نحط يعني آلية لزيادة مصروفات المدارس الخاصة. النهاردة بعد زيادة كل الزيادة دي اكيد اصحاب المدارس الخاصة هيقول لك انا بزود. طب اذا كنت انت هتزود، هل مرتب المدرس اللي عندك زاد ولا زي ما هو؟ طب ايه اللي زاد عليك؟ هيقول لك زاد عليا السولر بتاع العربيات، وزاد عليا الكهرباء، وزادت عليا مش عارف ايه. وبالتالي النهارده زي ما الخبراء حذروا دائما، ان الزياده في ورفع الدعم عن بعض السلع زي المحروقات، زي الغاز، زي الكهرباء، من المهم انها ستلهب المواطن المصري وجيب المواطن المصري في جميع المجالات. واحنا على ابواب المدارس عندنا الأزمة اللي بنتكلم فيها، واللي زي ما انتم شايفين معظم الصحف. سعيد من الفيوم، أخونا سعيد اتفضل. ألو. اتفضل يا أخي. اتفضل. ألو. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا باشا. يا أهلا وسهلا. معك ياسر يا باشا. ياسر.
اتفضل يا اخي. اتفضل. احنا عندنا الدنيا خربانه بلطجه وضرب نار وناس ماتت من تيرست وما فيش امن ولا في امان ولا في اي حاجه خالص. ده فين يا ياسر؟ فابع سيف اللي وعدنا وفاه اللي قال عليك. فين يا ياسر فين؟ وانا كنت مهير لسيس دلوقتي مش مهير لسيس. الو فين يا ياسر؟ في اي مكان؟ في اي مكان في الفيوم؟ ياسر، ياسر بيقول كان نفسنا نعرف فين عشان نوجه حتى السادة المسؤولين الى المكان اللي بيتكلم عليه. ابو فوده من سوهاج. حاج ابو فوده اتفضل. السلام عليكم استاذ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله يا امير، اتفضل. تحيه لقناه الجزيره والعاملين عليها والاستاذ مصطفى مدير القناه وكل شعب شكرا. قطر المحترم فوق راسنا من فوق. شكرا جزيلا، اتفضل يا استاذ مصطفى. موضوع النهارده موضوع المدارس ده، بقول لكل راجل عند عيلين ثلاثه قال له كل الله يكون في عونك وشد عصبك وتجيب المصاريف المدارس والمرار اللي احنا فيه ده. اللي عنده عيلين يا استاذ مصطفى النهارده ولا ثلاثه تغيير المدرسه الله يساعده، الله يكون في عونه. لقينا الكهرباء زادت وضلمه وكحله، لقينا الميه بقت مرار ما فيش ميه، ادينا داخلين على المدارس هو ما فيش مصاريف ما فيش زي ما قال السيسي ابوهم ما فيش. هنعمل ايه يا استاذ مصطفى؟ دلوقتي وزير التموين ده هو كل كلامه شايفينه قاعد يحكي على الدجول. بس معود الله يفك اسره ويفك كربه ويفك المرار اللي هو فيه. كان صادق في كل حاجه. بس معود ولد عمي كان دخل علينا اللي بيتسلم علينا وزير تموين ده بيقول عندكم عندنا 23 بتاع ده معرض. طب احنا عندنا في صهاج ما فيش معرض. يبقى ده تحكي على الدجول هنفضل لحد متى ده؟ لحد متى تشوف الكلام الفاضي اللي ماليش لازمه ده؟ ما فيش معارض عندنا في صهاج يا ابو عمو. هم دول بيضحكوا على مين؟ طب من كام يوم كان قاعد مع يوسف الحسيني بيقول هندوا فراخ وهندوا مش عارف ايه وهندوا مش عارف ايه وطلع برضه كده. يعني عايزين نعرف المرار والكذب اللي لحد متى نفضلوا فيه ده؟ والله كلامك يا ابو فوده محتاج رد من وزير التموين. كلامك محتاج رد من وزير التموين، يطلع يقول لنا الكلام ده فعلا. يعني انا من خلال قضيه اليوم بقول للسيد وزير التموين او حد من مسؤولين التموين في الحكومه يطلع يقول لنا فين اماكن المعارض اللي هي ديت وفين موجوده فين، لانه ابو فوده بيقول لك ما عندناش في سوهاج. وفي النهايه خالص الناس كلها مش يعني مش هياخد تاكس ولا ياخد يطلع من لو قلنا هينتقل من شبرا الخيمه لمدينه نصر ولا من حلوان لمدينه نصر عشان يروح المعرض يجيب منه هيصرف، يعني هيصرف يعني مشوار هو واولاده رايح جاي تاكس اقل حاجه وهيتبهدل. فخلينا نشوف الحل ايه، الا اذا كانت الاسعار فعلا يعني اسعار منافسه او اسعار في مصلحه الناس. يعني ابو فوده اتفضل. سلام ابو عمرو. شكرا يا ابو فوده. ومعايا بلال من بني سويف. بلال اتفضل. ازيك يا استاذ مصطفى؟ ازيك يا استاذ بلال؟ اتفضل يا امير. الله يعزك يا رب الله يرضى عليك. والله انا عايز اتكلم في نقطه كده، يعني يعتبر في بدايه المنظومه بتاعه العيش بتاعتهم وزير التموين وكل الدنيا كلها بتاعتهم بتتكلم عليها. طبعا دلوقتي يعني احنا عندنا في قريه صغيره قوي بني سويف نص القريه راحت تاخد العيش قالوا لهم ان البطايق بتاعكم مش متحدثه. حدثوا بطايقكم الاول وتعالوا خدوا العيش. فهل نفترض ان البطايق دي قعدت يوم ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا اسبوع قبل ما تتحدث ولا شهر. الناس دي هتاكل منين؟ الناس دي هم مش عاملين حسابهم من الحاجات دي مثلا. يعني حاجه زي كده ليه هم مش عاملين حسابها؟ حاجه زي كده ما يدرسهاش ليه قبل ما يشغلوا المنظومه؟ فين في فين في الفيو فين في بني سويف يا بلال؟ بني سويف مركز سمسطة. مركز سمسطة معروف، مركز سمسطة واحنا بنقول لوزير التموين. طبعا. ممكن استاذ مصطفى في بقول لك نص القريه يعني راح ياخدوا العيش لقوا ان يعني البطايق بتاعتهم مش متحدثه، بيقول لهم حدثوا البطايق وخد عيش. طيب احنا كده برضو عشان يعني اتصالك نقلنا شكوتك الى الساده المسؤولين عن وزاره التموين في محافظه بني سويف وبالذات مركز سمسطة. ارجوكم بطاقات الناس عشان العيش، الناس تصرف عيش. طيب فيما يخص مستلزمات المدارس يا حاج بلال، الاخبار ايه عندك؟ اسعار يعني هل انت جبت لولادك مستلزمات المدارس؟ والله يا استاذ مصطفى الحقيقه اصلا يعني بقت غاليه جدا جدا. وحتى الطفل دلوقتي الواحد دلوقتي بيدور بدل ما كان بيجيب له شنطه كل سنه، الواحد بيدور دلوقتي على الشنطه القديمه بتاع السنه اللي فاتت ب
بيدور على الملخصات القديمه بتاع السنه اللي فاتت، ملخصات عند واحد زميله عشان خاطر يقدر يساعده مثلا في، ما فيش اصلا يعني، حتى الواحد اصلا لو كان بيشتغل دلوقتي ما فيش شغل، والحياه واقفه يعني بطريقه بقت فظيعه قوي، والواحد والله الله المستعان يعني مش عارف اقول لك ايه. الحمد لله نزلت ضحكت على الشعب وضحكت على الدنيا كلها يعني. الحمد لله على كل حال يا بلال. و ومعي طارق من البحيره. طارق اتفضل. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج طارق. اهلا مرحبا، احنا يا اخوي من البحيره والله العظيم ثلاثه عندنا شكوى كبيره على الاخر. اتفضل يا اخي. الله يخليك، انا ناشد وزير الداخليه. في جماعه المباحث عندنا، مركز ابو المطامير، مركز الناصر، نقطه الناصر، شمال التحرير. شمال التحرير بنلم اساوى من الناس، وبيقول احنا بنلم غرامات. يجيبوا لك لسته كده على البيوت، يجيبوا لسته على البيوت. يجيبوا لسته كده على البيوت ويقول لك في غرام عليك 1000 جنيه، عليك 500 جنيه، عليك مش عارف ايه. بتاعت ايه؟ على الناس. بتاعت ايه يا حاج طارق؟ نعم؟ بتاعت ايه؟ بتاعت ايه الغرام؟ هيقول لك مش عارف بتاعت ايه الله يخليك. طيب هيقول لك انا مش عارف بتاعت ايه، عليك فلوس وخلاص. طيب انا بروح يا عمي، قلت اروح بين المصلحه. اروح المصلحه خدت البالك، اروح هناك ويقول لك احنا هنلموها. انا يديك وصل، يديك الوصل الورقه صغيره كده، ورقه عاديه بيضة وبس على كده، وبارك الله فيك. طيب الله يخليك. مركز ابو المطامير، البحيره، ابو المطامير، مركز الناصر، نقطه الناصر، شمال التحرير. خلاص انت كده قلت البيانات كامله. احنا بنطالب انتوا المركز ابو المطامير او شمال التحرير ومركز الناصر، دي اراضي مستصلحه وبيوت. احنا المباحث كلتنا، انا دافع لحد 500 جنيه، 50 في 50 في 100، ودلوقتي جايبين 1005 1005 كلها بتاعتي. يقول لك مش عارف انت اسمك عندنا، ويجيب لك الورقه. طبعا يا حاج طارق، يا حاج طارق، مين اللي بياخد منك؟ الجهه اللي بتاخد منك دول شغالين فين؟ المباحث يجوك بعربيه 5 6، خدت الباك، وياخد الفلوس على كده ومن الناس كلها. من اللي عندنا مركز الناصر التحرير. عموما انا بنقل تحرير ابو المطامير البحيري، رغم ان القضيه اليوم مستلزمات المدارس، لكن برضو هذه الصرخه بنقلها الى السيد وزير الداخليه، نائب وزير الداخليه، للمدير امن البحيره. اخونا اذا صح كلامه بيتكلم عن انه هناك من يبتز وبيتهم المباحث في مركز الناصر. معايا مين يا اخوانا؟ معاذ من الشرقيه. معاذ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذ مصطفى أخبارك؟ يا أهلا وسهلا بك أخ معاذ. والله أنا عندي أمرين أتكلم فيهم. أول حاجة موضوع التعليم في مصر والأسعار والحاجات ديت. أنا عندي ولدين بس، يعني واحد في الصف الثالث وواحد في الصف الرابع، محمد ومعاذ. يعني دول دروس بس في الشهر 600 جنيه، معانا شهرين عن السنة، يعني السنة كلها 12 شهر، 10 شهور شغالين بيروحوا طول السنة، يعني عدا شهرين بنخليهم يريحوا فيهم. بياخدوا دروس بس 600 جنيه. في الشهر. النقطة الثانية، أنا الكتب يعني الكراسات عندهم الحمد لله متوفرة. تيجي تبص للملخصات بكام الملخص، عشان المدرس يجي يدي درس يقول أنا عايز ملخص، بتاع الإنجليزي يقول أنا عايز بيت باي بيت، بتاع العربي يقول له عايز مش عارف الأول، بتاع الرياضة يقول له مش عارف عايز إيه. أدي حكاية الملخصات في ناحية، وغير التعليم، غير المصاريف اليومية، غير الملابس، غير الجزم، غير يعني المدرس نفسه في الفصل ما بيشرحش، لازم يعتمد على الدرس الخصوصي. أقول لك طفلين بياخدوا دروس ب 600 جنيه، طب لما يعدوا المرحلة الابتدائية ويدخلوا المرحلة الإعدادية، طب وبعد الإعدادية الثانوية، وبعد الثانوية الكلية، وليه يدخلوا كلية من الأصل؟ إن هم لو طلع دكتور أو مهندس هيبقى آخر المعتقل زي الوضع اللي حصل في مصر، دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية نقطة معهد ضباط الصف، أنا من مدينة الغورين، ومعهد ضباط الصف ده يعتبر في مدينة الغورين. اللي بيقول لك إن تدافع الناس وكلام من ده، إحنا كلنا حدينا وكلنا عارفين إن الزحام في مكة قد إيه. مكة وفيها في الحج تقريبا 5 مليون. احنا مش ما بنلاقيش الاعداد دي، بتموت كل الكلام بيتقال. وبعدين مساحه واسعه، وايه التدافع اللي حصل من الاهالي؟ كام واحد من الاهالي موجودين؟ 1000 يحصل منهم، بيقول لك 9 ماتوا غير المصابين من التدافع، بيقول لك المكان ضيق. لا المكان واسع دوت، على كلام ما يقال ان في كان صبحي صبحي كان هناك موجود ساعه الناس دي ما كانت موجوده. الناس دي طلعت تقدم شكاوي لصبحي صبحي عن عدم نزول الطلبه او الافراد اجازات، فبقول لك تم ضربهم بالنار. والنهارده اللي بقول لك ان ما فيش اي اعتداءات عليهم وما فيش اي رصاص.
طيب هذه هذه روايه دي كلها. يا حاج معاذ، هذه روايه روايه نعم. انت تتحمل مسؤوليتها، واحنا التزمنا الحياديه ونقلناها بهذا الشكل، وفي نفس الوقت بنقول ان الروايه الرسميه قالت انه التدافع وسبب موت هؤلاء المواطنين رحمهم الله، وانه في النهايه طبعا حضرتك عارف انه احنا يعني بنقول الراي والراي الاخر. شكرا جزيلا لك معاذ. عبد الله من السعوديه، عبد الله اتفضل. دكتور عبد الله من السعوديه. يا دكتور عبد الله اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طبعا بالنسبه لموضوع حلقه اليوم بالاول بنسلم على حضرتك وبنشكر القناه الموقره. ربنا يبارك فيك يا دكتور. اللي نسال الله العظيم انه ينفع بيها. امين. بالنسبة لموضوع المدارس، وده يعني زي ما بنقول يعني هذه يعني قطرة من غيث. فظروف الناس في مصر نسأل الله العظيم إنه يعينهم على ما هم فيه. يا رب يا رب. ولوازم المواد الدراسية هذه شيء بسيط يعني لا يكاد يذكر بما يعاني منه الناس. أنا حابب إن أقول لحضرتك يعني الأهم مع احترامي وتقديري لهذا الموضوع. نعم. أهم من هذه الأمور كلها حرية الناس، حرية الناس اللي هي يعني تمثل للناس الهواء اللي بيتنفسوه. كيف يعيش الناس بدون حرية في مصر الآن؟ أنا الآن على خبر من دقائق على القناة المصرية يخبروني أن القضاء الإداري أصدر قرار بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر. وبيطلبوا النايل ساب وقف البث. عايز أعرف المعلومة من حضرتك، يعني هذه القناة لن تبث في مصر بعد الآن؟ والله أنا بالنسبة لي يعني لم يأتيني شيء بالنسبة لي كشخصيا، يعني لأنه في النهاية الخبر إذا كان لسه طبعا أكيد في محامين وفي قرارات، لكن في النهاية نحن نعمل ونحن نبث ونحن نقدم رسالتنا للناس. وأعتقد أنه القضاء المصري لو أراد أن يحكم بالعدل لأتاح الفرصة لأعطى لقناة الجزيرة الحرية بأن تتحرك في الشوارع وتقدم الرأي والرأي الآخر، لكن يعني إحنا مستمرين ورسالتنا مستمرين فيها إن شاء الله. شكرا دكتور عبد الله. محمد من بورسعيد، محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ مصطفى؟ يا أهلا أخي محمد، تفضل يا أمير. تحياتي ليك وتحياتي لكل العاملين على أسرة قناة الجزيرة. ربنا يبارك فيك يا أمير، ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا أستاذ مصطفى، ممكن أشترك مع حضرتك؟ لا اتفضل، اتفضل. الله يخليك. بقول لك أنا عايز بس أبعت بس رسالة للسيسي. أبعت رسالة بس للسيسي. في حدود أنت حضرتك عارف طبعًا البرنامج، في حدود أنا عارف يا أستاذ مصطفى. اتفضل. أقول له بس حس بالغلبان يا أستاذ مصطفى. أقول له حس بالغلبان، يعني اللي معاه عيلين ولا اللي معاه ثلاث عيال وهو شغال مثلًا عامل باليومية هيجيب منين؟ واخد بالك يا أستاذ مصطفى؟ معاك يا محمد. يجيب منين؟ اللي شغال دون باليومية ده يجيب منين؟ بغض النظر عن اللي بيحصل طبعا على كل شوية انفجار قنبلة وشغل المخابرات اللي حضرتك عارفه طبعا يا أستاذ مصطفى. أنا معرفوش والله يا محمد، أنا معرفوش. احنا عارفينه والله يا أستاذ مصطفى، عارفين كل يوم الناس اللي بتموت وبحجج الإرهابيين. اتفضل يا محمد كمل. احنا عارفين ان يعني الناس اللي بتموت كل شويه يجي يقول لك ده انفجار قنبله وانفجار مش عارف عبوه ناسفه، وهو انا عايز بس اوصل له رساله بس. انت وصلت الرساله يا محمد دلوقتي انه يحس. اوصل له بس رساله، اقول له بس اللي ده دم هتتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. تمام. شكرا يا محمد، شكرا جزيلا. خالد من السعوديه، خالد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أستاذ مصطفى الموضوع مش موضوع كراريس ومساطر ومساحات اللي نقدر ندبرها من السنة اللي فاتت. لكن الجديد هاتوا لي مؤسسة واحدة، أنا بقول أي حد يجيب مؤسسة واحدة أمشي عدلة وأنا أديله جنريتر هدية عشان ينور النور بتاعه. مؤسسة واحدة أو وزارة واحدة عدلة في مصر. لكن كله امبارح كانت الساحه والنهارده التعليم وبكره مش عارف ايه وزاره الداخليه، مفيش وزاره عدله في مصر. طب وانت في رايك ايه السبب يا عم خالد؟ ايه السبب في كده؟ السبب في كده الضمير الناس. الراجل الدكتور مرسي قال على السيسي. نعم اتفضل اتفضل كمل. الدكتور مرسي قال على السيسي ناس من دهب ثاني يوم خانوا. الناس ما بقاش عندهم ضمير، ناس كتير قوي ما عندهاش ضمير،
حسبي الله ونعم الوكيل والدين وبتاع، والشيخ يطلع يقول لك سيب مراتك انت مش عارف ايه، والتاني الشيخ إيه؟ حرام ده ما فيش دين والله. شكرا شكرا اخونا خالد. سامر من هولندا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ مصطفى معك سامي عزب من هولندا. يا أهلا وسهلا أخي سامي تفضل. ممكن أوجه رسالة للشعب المصري بالكامل. يا شعب يا مصري صدقوني أنتوا في دمار ما يعلم به إلا ربنا. هي حل واحد ليكوا ملوش حل آخر. عصيان مدني. ثورة ضد اللي أنتوا فيه ده. أنا بعيد عن مصر 35 سنة ليل ونهار قاعد على التلفزيون بتفرج بتكي على اللي انتوا بيحصل لكم. صدقوني دي جريمة كبرى مدبرة للشعب المصري وهتتصفوا واحد ورا واحد. مفيش حل ليكوا إلا عصيان مدني. ربنا يفك أسر محمد مرسي هو اللي دخلنا في حيطة. سعد الناس دي من الاول ياكلوكوا ومش هيسيبوكوا صدقوني. لكن يا استاذ سامي يعني مع الشكر ليك، لكن في النهايه الديمقراطيه لم تكن ابدا يعني تهدف الى تقييد حريه الناس، وبالتالي فلا يلام الدكتور مرسي بانه اذا كنت تقصد انه يعني في رايك اعطى الفرصه للناس وكل يعبر عن رايه، ليس عيبا، وانما العيب من افتأت على هذه الديمقراطيه، وأيضا تتحمل أنت مسؤولية هذا الكلام، ونحن خارج هذا الكلام ألا يحسب تحريضا. يعني معايا أحمد من هولندا. أحمد اتفضل. السلام عليكم. فهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي بيكم لقناة الجزيرة. شكرا جزيلا اتفضل. صح. أول حاجة اللي احنا شايفينه دلوقتي في مصر إن احنا عايشين تحت حكم عصابة بتقتل الشعب المصري، بتقتل الشباب، شباب المستقبل، الشباب الحر اللي طالع يطلب اقل مطالب الحريه والقبض والعداله الاجتماعيه، عايز يعيش زي كل الشعوب اللي عايشه، عايز يلاقي نفسه، عايز يلاقي حريه يتكلم فيها، يقتلوه ويسجنوه ويسحلوه، واللي مش عاجبه يعني بيعمل له فتنه لجواره يقول لك ده اخوان. احنا زهقنا من كلمة اخوان وزهقنا من كلمة ارهاب. هذه الذريعة خلاص زهقنا منها، فهمناها وعرفناها. امبارح اللي قتل رسول بيد مين، واللي قبل منهم بيد مين، سواء من الشرطة سواء من الجيش او سواء من الشعب. اللي اللي احنا فيها دي، يقول لك الجيش حامي الوطن وحامي الامن القومي. فين هو الامن القومي اللي حاميه؟ ده هو سام الامن القومي وجاي يقتل شعبه وعشان مصالح شخصية. يعني يا حاج احمد، اخ احمد، انا اتفهم مدى المعاناه اللي بتشعر بها كمصري من احوال بعض من احوال المصريين، لكن في النهايه يجب الا نتهم يعني المؤسسات، لان المؤسسات دي يعني في النهايه تبقى المؤسسات، ربما افراد بتطفو على السطح، لكن تبقى المؤسسه مؤسسه وطنيه، تبقى المؤسسه مؤسسه مهمتها الدفاع عن الامن القومي، مؤسسه يعني حتى لا يتم القضاء على المؤسسات في غمار الخلاف السياسي والمصالح الشخصية لبعض الأطراف. المؤسسة فيها الطالح وفيها الصالح وتبقى مؤسسة وطنية. أحمد من هولندا ومحمد من ليبيا. محمد تفضل. يعني احنا خلاص تفضل أخي محمد. لو سمحت يا أستاذ مصطفى. تفضل. أنت مصري طبعا. أنا مصري طبعا والله. مصري 100 إن شاء الله. لو سمحت عاوزك تحل على مصر شويه، انت وقناة الجزيره عيب حرام عليكم. طيب انت الناس قرفت منكم. طيب انت عاوز تكمل يا محمد؟ محمد محمد عاوز تكمل معايا؟ عاوز انت مصري؟ مصري. طيب انت نفس السؤال احنا بنقوله، انت مصري زي ماشي بس طيب خلينا بس اكمل يا عم، خلينا اكمل يا عم محمد. انت راجل محترم وبنتكلم بقى، او طالما هنتكلم كلام موضوعي سيبك من قناه الجزيره وخلينا انا وانت في حوار، اهو اتنين مصريين ماشي، انا انت مصري في ليبيا وانا مصري هنا في قطر. سؤال بسيط، انا عندي اربع عيال وانت عندك شوف كم عيل، احنا بنتكلم دلوقتي في في فيما يخص مشاكل المدارس. انا عيالي في مدارس خاصه وبشتكي ان عيالي زادت عليهم المصاريف، فما بالك بقى عندي سبع اخوات كلهم عندهم عيال. انت ظروفك ايه؟ عندك ازمه في ارتفاع اسعار المدارس والكتب والكراريس ولا ما عندكش؟ يا عمي خلينا في حالنا احنا ان شاء الله حتى ناكل تراب. لا يا شكرا. لا لا خليك انت في ليبيا بقى، خليك قاعد في ليبيا، مالكش علاقه بالمصريين، خليك قاعد في ليبيا. ماشي اخونا اشرف اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا عم اشرف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاستاذ مصطفى كيف الحال؟ ازيك يا امير عامل ايه؟ الله يكرمك يا اخي، والله انا مستاء من كلام بيقول الاخ اتكلم الحين دلوقتي والله العظيم. والله هو الراجل ما عندوش ازمه. نقطه واحده يا استاذ مصطفى. اتفضل. كنت عايز اعلق على نقطه واحده لو سمحت. اتفضل. والله نحن في عصابه، عصابه يعني سبحان الله، يعني يا اخي الناس اللي ماتوا من مركز التدريب دول بيقول لك كان في تدافع، هل هم كانوا بيرموا الجمرات في السعوديه عشان كان في تدافع؟ يا اخي حرام حرام، ما فيش تحقيق، ما فيش تحقيق، ما فيش اي شيء، هي حرام. برضه هرجع اقول لك يا راجل، انت عارف يا استاذ مصطفى، انت عارف يا استاذ مصطفى، هم اللي ياخذوا ناس مركز تدريب من الاخوان، كان قالوا ده اخوان ضربوهم. يا اخي ده كلمه ادب هاي والله العظيم. برضه يا حاج اشرف، حاج اشرف نعم. خلينا نلتزم بموضوعنا ونقول عشان بس ما لا لا يقول الكلام، نلتزم بالروايه الرسميه حتى يظهر دليل دامغ على ان هناك روايه اخرى. يعني ما قدمناش لنا ولا انت ولا اي حد، لا هناك اقوال ولا هناك شهود عيان ولا هناك تصوير لما حدث، غير ان احنا ننقل الروايه الرسميه وبعض شهود العيان. فاحنا بنقول ربنا يرحمهم، وخلينا في يعني بنقول يعني خلينا في الناس دلوقتي قضيتنا اللي هي الناس الشعب المصري كله اللي داخل على مدارس واللي عاوز يجيب لولاده مستلزمات المدارس، وحاجه صغيره بتجمع بيلقى الراجل في النهايه مطلوب منه كهرباء وميه وغاز وكمان مصاريف مدارس. اتفضل. من فوق يا تدافع يا اخي هاي قله ادب، هاي السيس ايه خرابه السيس، الله يخرب بيته. لا شكرا، انا مش هينفع ان انا اقبل شتايم لحد، انا بعتذر للمشاهدين عن اي شتائم او سباب لاي انسان، عشان بس الكلام ما يفهمش. يعني هو ده مبدئي في الحلقه، ما نشتمش حد، ننتقد بشكل حقك، انت مواطن وده مسؤول، المسؤول طالما هتحط في موقع المسؤوليه يبقى يتحمل النقد طالما ما فيش مجلس شعب. اتفضل يا اخونا ام عصام من الشرقيه. اتفضل يا ام عصام. ايوه السلام عليكم مصطفى. حضرتك انا محتاجه دلوقتي، انتوا دلوقتي بتقولوا كل واحد قضيه شغلاه، انا قضيتي اللي شغلاني دلوقتي هي مقتل الجنود شبابنا ورجالنا وخير شباب مصر، الضباط اللي بتموت ديت. هل احنا مش دلوقتي بنطالب بدوله ذات عداله ودوله القانون؟ طبعا. انا دلوقتي كمواطنه مصريه ليا ابن في الجيش وليا زوج في الجيش وليا اخ في الجيش وليا ابن خالتي في الجيش وليا ابن عمتي في الجيش، انا بطالب النائب العام بفتح تحقيق ثوري في هؤلاء الشباب وهؤلاء الجنود اللي بتموت كل يوم في سينا، يفتح تحقيق الناس اللي بتموت دي كلها، اللي ماتوا 11 اللي اول امبارح دولت كلهم كان معاد خروجهم. انا مش عارف، مش حكايه الاخوان، حكايه الناس، حكايه الكلام الفارغ اللي بقوله ده، دي ما بتخشش على العيل الصغير. انا دلوقتي كمواطنه مصريه بطالب الدوله كمنتظمه بالقانون والنائب العام بفتح تحقيق ثوري، المخابرات الحربيه تجيب لي نتيجه، مين اللي قتل الجنود دي؟ مين اللي قتلهم في سينا؟ ما يقولنيش ارهاب، الارهاب الكلام ده ما يقفوش على حد. انا عايزه تحقيق ثوري علنا هو في كل الجنود اللي ماتوا في الفرافره واللي ماتوا في على سينا واللي ماتوا في الحدود واللي ماتوا امبارح، انا عايزه اعرف مين اللي بيموتهم. حقك يا ام عصام، حقك، وبنشكرك يا ام عصام حقك، انت ام وابنك زي ما قلتي في الجيش ومن مات هم ابناء مصريين، حقك ان انت تطالبي بتحقيق يكشف من قتل هؤلاء بالاسماء وبالادله وبالمستندات ويطلع تحقيق للكلام ده، حقك زي ما انت طلبتي. ام عائشه من الدوحه، ام عائشه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا فندم، تفضلي. دلوقتي انا يعني لسه متجوزه جديد وعروسه الغلا بتاع المدارس، الناس يعني في حاله كرب جدا جدا شديده في مصر، وانا قاعده هنا في الدوحه، واللي يقول غير كده هو في بلاد اي ثانيه يبقى راجل يعني ما عندوش مصداقيه. الاسعار اولا، ثانيا الزباله، المرور ما فيش امان، ما فيش امن، يعني الناس بتمشي في الشارع، الستات بتخطف الشنط بتاعتها، الشباب اللي بتتقتل دي يقول لي مين بقى اللي هيشتغل في البلد، البنات اللي سنها كبر وعنست مين اللي هيتجوز، ادم الشباب في المعتقلات، ادم الشباب ما بتشتغلش، ادم الشباب عاطلين قاعدين على القهاوي، يا معذره بيتعاطوا مخدرات، يا الناس طفشت من البلد من مصر. بس الصوره مش سودة كده يا ام عائشه، يعني الصوره مش سودة قوي، يعني كده الصوره مش سودة كده، يعني لا يعني انا اهلي في مصر بتصل بيهم بيقولوا لي التلفزيون اتحرق من كتر الكهرباء ما بتتحرق، اختي بتقول لي الاكل باظ عندي في الديب فريزر، الناس بتشتكي من الاسعار، والدي راجل كبير مسن ما فيش معاش، عندي ما شاء الله 8 اخوات. الله يعين وربنا يبارك فيهم. يعني احنا انا اخويا سنه كبر علشان خاطر ما يعني ما اتجوزش، ما عندوش شقه، شغله
يعني هذه يعني صرخة أخت مصرية أيضا. وبنقول برضو إن إحنا ما زلنا نتحدث عن إنه مستلزمات المدارس نار لكن ما باليد حيلة. يعني ناخد بعض الناس اللي اتكلموا. محمود عمر بيقول الدولة هو معلم، فقط الدولة سيطرتها على الأسعار وسط انتشار البضائع المضروبة، والضحية في النهاية هم الغلابة، مضيفا كل شيء غالي. اشتريت الشنطة الواحدة ب80 جنيه رغم اني اشتريتها العام الماضي ب30 جنيه، وقال الأسعار بقت نار. أخونا اللي برضو اللي كان بيتكلم من ليبيا، أخونا محمد اللي زعلان قوي من ان الناس بتشكو همها في الزيادة، وانه في النهاية بنحاول نوصل لحل. سمح أحمد رب منزل، الزيادة في أسعار الكشاكيل والكراريس وشنط المدارس زادت هذا العام بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، كما زادت أسعار الملخصات في الرياضيات والعلوم من 13 جنيه ل 19 جنيه، واشتكت من أسعار ارتفاع من مصاريف المدارس الخاصة والحضانات كمان. حسام محمد موظف يقول الدراسة لم تبدأ بعد، وأبناؤه بدأوا الدروس الخصوصية. تعرفين طبعا احنا في مصر بقت الدرس الخصوصي زي الفطار والغداء والعشاء، يعني وزي كمان يجي مع شهادة الميلاد يبقى في درس خصوصي معاه. خلاص محمد بقى الدروس لغاية ما يخلص يعني دراسته. معايا مصطفى من ليبيا، اخد صلاه مصطفى. اتفضل يا مصطفى. وعليكم السلام يا اخ مصطفى، اتفضل يا امين. حضرتك بس انا عندي تعليق بالنسبه للاستاذ محمد اللي لسه متكلم، حضرتكم من ليبيا يقول لك سيبونا في حالنا. يعني هو مش متكفي حضرتك القنوات المصريه كلها اكثر من 1000 قناه بتعلق وجايبه راي واحد، ومسكين في قناه الجزيره اللي بتجيب الراي والراي الثاني. انا عاوز احنا بص يا حاج مصطفى، احنا بنحترم كل الاراء المعارضه، وراي محمد ما زعلنيش، لكن زعلني الصوت العالي وانه اتهام لنا احنا. احنا مش طرف، وليس لنا ذنب اننا بننقل من الشارع وننقل اراء الناس. وحتى الورق اللي قدامي جايبه من صحف مصريه، الصحفيين زملائنا الصحفيين عاملين تحقيقات، والعناوين اللي جايه من الوفد وجايه من الجرائد المصريه الرسميه بتاريخ يعني النهارده، هي بتتكلم النهارده يعني 2/9/2014 زياده 80% زياده اخر ساعه. يا راجل ده اخر ساعه، يعني صحيفه ولا مجله حكوميه اخر ساعه اللي عامله التحقيق، 30% زياده في اسعار المستلزمات المدارس، وتحرق جيوب اولياء الامور. يعني انا اجيب له منين تاني؟ انا اذا كنا احنا مش في قضيه اليوم، مش هنتكلم في قضيه الناس وننقل الام الناس وشكوى الناس ونحاول. هذه القضيه تحتاج الى حل. السؤال يفرض نفسه. مستلزمات المدارس مش اختراع، ده كل سنة مستلزمات مدارس. كان زمان، وخلينا نقول كان زمان، بيبقى فيه كل الجمعيات الأهلية والأحزاب الراغبة في صوت المواطن المصري والمؤسسات الاجتماعية كانت بتعمل كده معارض بأسعار رخيصة وتشتري خط إنتاج وتحاول تساعد الناس. يا ترى النهاردة إيه اللي بيحصل؟ المواطن بينزل مباشرة على الفجالة ولا غيره أو المعرض بتاع الوزارة، وفي النهاية الناس تعبان. يمكن برضو كلام الوزير 23 مكان دول يكونوا مفيدين. احنا النهاردة دلوقتي هننتقل إلى مشاهدينا الكرام لنرصد مشاركاتكم عبر موقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك وتويتر، نشوف الناس قالت ايه. صبر الأخير اللي بيقول محدش مطلع على الغلبان، مش أنا اللي قلت، ظاهر إن هي هتبقى يعني أيقونة محدش مطلع على الغلبان. ما زالت القضية قائمة، وما أردناه هو أن نشارككم الرأي في كل أفكاركم وأرائكم. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.